سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون ترصد الأيام. يلزم لصنع شاعر، أهي النشأة؟ أهي الصدفة؟ أهي الموهبة التي تفرض نفسها على القدر؟ أسئلة حائرة لا إجابة لها. شاعرنا لم يستوقفه السؤال طويلا، بل صار في طريق أيامه دونما أدنى شك في أنه شاعر. لم يسأل كيف أصبح هكذا، لكنه عاش أيامه وكأن الشعر قدره ومصيره وحياته ووجوده وكينونته. لكن في رحلة الحياة قد يجد الشعر إجابة لما يسأله القلب. وشاعرنا محمد إبراهيم الروسنة ولد شاعرا نذر للحب وللعطاء، وسعى على مدى عمره وأبيات شعره ليحقق للشعر هذا الصفاء الدائم في عالم نسي الشعر وتناسى. الشعر عندي كالحب، كلاهما سعي حنين نحو التواصل مع الوجود الإنساني. حياتي مع الشعر أو حياتي في الشعر بدأت في فترة مبكرة من الصبا، حيث تفتحت عيناي وتفتحت حواسي كلها على هذا الجمال الذي كانت تشيعه الطبيعة في هذه القرية الواقع على ضفاف نهر النيل، الضفة الشرقية لنهر النيل جنوبي القاهرة، قرية الودي مركز الصف محافظة الجيزة. هذه القرية الفريدة كانت تجمع بين مجموعة من المتناقضات، هي ملاصقة النهر نهر النيل والاقتراب من الجبل في مسافة تعج بالأشجار والأطيار وسعي الإنسان الكادح نحو تحصيل الرزق. ثم هناك على مقربة من هذه القرية كان مصنع للسيراميك يملكه أحد الإيطاليين. في هذه البيئة التي تجمع بين النهر والجبل، بين الفلاح والعامل، بين طبقة محدودة من المتعلمين الذين يتعلمون بشكل أساسي في المحراب الأزهر الشريف، تفتح وعي على هذا الوجود الإنساني بما فيه من معاناة وما فيه من جمال وما فيه من فرح وما فيه من مأثورات شعبية وتاريخية وما فيه من ثقافة محدودة. حفظت القرآن الكريم في مدرسة بالجمالية بعد أن رحلت إلى القاهرة وأنا في العاشرة من عمري، على وجه التحديد في عام 1947. بعد أن حفظت القرآن الكريم التحقت بمعهد القاهرة الديني الابتدائي والثانوي ثم كلية الدراسات العربية حيث تخرجت في عام 1964. في الواقع
يلتحم بالحياة وينسج معها صورا من الأفكار وصورا من الأشعار. كان ارتباطي بالشعر في أول الأمر ارتباطا طريفا، فأذكر وأنا في المرحلة الأولية في القرية أن هجاني مدرس اللغة العربية، ولا أستطيع أن أتذكر هذه الأبيات أو أصدم بها أذن المشاهد الكريم، ولكن هذا النسق اللغوي الغريب الذي استمعت إليه فتح في حواسي وفي عقلي إحساسا جديدا باللغة، بأن هناك نوعا آخر من اللغة غير هذه اللغة المألوفة المتداولة بين الناس، هي ما يعرف بلغة الشعر، هي لغة مقطعة أقرب إلى لغة التصوير، أقرب إلى لغة الإحساس والتعبير عن الوجدان. بعد ذلك كان الأزهر بما فيه من مراجع أساسية في الأدب والنحو والبلاغة مناخا ثقافيا ملائما لتفتح المهمة الشعرية، كما كان عقد الخمسينيات أيضا مناخا زمنيا ملائما لتفجر هذا الوعي الشعري، حيث كان عقد الخمسينيات هو عقد التحرر والدعوة إلى الاستقلال والعدل الاجتماعي والطموح القومي، والدعوة إلى تحديث الأنماط والأشكال الأدبية في القصة وفي الشعر وفي الرواية وفي المسرح وفي النقد الأدبي وفي مناهج التفكير الفلسفي والفكري والأيديولوجي. في عقد الخمسينيات وفي منتصفه على وجه التحديد عرفت هذه المجموعات الجديدة من الأدباء الشبان الذين يتجمعون في جمعيات وروابط أدبية مثل رابطة الأدب الحديث. هناك تعرفت بعدد من الألمع الشعراء الآن، واستطعت أن ألتحق بهذه الكوكبة وأن أنشر قصيدتي الأولى في ملحق جريدة المساء في عام 1959 بعنوان القارة الغاضبة، وكانت حول إفريقيا. وهذه القصيدة كانت بداية في الواقع لتدفق شعري استمر طوال 30 عاما الماضية. أستطيع أن أقول إنني استفدت تماما من دراستي في الأزهر، فقد كان حفظي للقرآن الكريم في مدرسة شيخ قاضي، ثم بعد ذلك دراستي المنهجية للنحو والبلاغة والفقه والنقد الأدبي والتوحيد والعروض، وهذه الدراسات المنهجية كانت في الواقع إعدادا ملائما أو إرساء للأساس الذي قامت عليه بعد ذلك تجربتي الشعرية، ولكن هذا الأساس انفتح بعد ذلك لثقافات أجنبية متعددة، فقد قرأت بطريقة مستمرة في الأدب الأجنبي المترجم، لأننا لم نكن في الواقع يعني نتلقى تعليما لغويا أجنبيا أو لغة أجنبية واضحة في الأزهر. قرأت المترجمات بدءا من الملاحم اليونانية الإلياذة والأوديسة وعدد كبير من الأعمال الأدبية في القرون الوسطى الرومانية واليونانية والأساطير الإغريقية، وتأثرت كثيرا بالأعمال المسرحية، هذا بالإضافة موازي مع الغوص في لآلئ التراث الشعري العربي منذ العصر الجاهلي وحتى عصر مدرسة الشعر الحديث. تقابل تكلم
هوى ريحا دما. تموج في قلبك كلماتك وقصائد شعرك، الآن قد أكملت بداياتك، الآن قد بدأ سعيك المحموم في سكة الشعراء. فانهل من نبع الكلمات ما شئت، روض أحصنة الأحرف، ابدأ، اكتب ما تحلم، ما تعرف، واذهب إلى أفق الآفاق، اذهب فأنت الآن شاعر. البداية الحقيقية لدخولي الساحة الشعرية بعد أن نشرت مجموعة من القصائد في المجلات الأدبية المختلفة والصحف، مثل جريدة المساء، ومثل مجلة الآداب البيروتية، ومثل مجلة الكاتب المصرية، ومثل مجلة المجلة، وإلى أن نشرت بعض القصائد في ملحق الأهرام في عام 1964. وفي الواقع أحب في هذه المرحلة عام 1964، وهو العام الذي تخرجت فيه في كلية الدراسات العربية، أن أقرأ القصيدة التي نشرتها في ملحق الأهرام بإشراف الدكتور لويس عوض في تلك الفترة، لأن هذا النشر وهذه القصيدة كانت نقطة تحول بالنسبة ل التي نشرت لي في ملحق الأهرام في عام 1964. تقول القصيدة: إذا أدارت الورود وجهها عن اكتئابنا، وباعنا الذين في قلوبنا، ننسل مثلما فراشة في آخر الربيع، وحيدة تموت في الورق، وعندما يجننا المساء فنعبر الطريق نحو دارنا، وعندما نكون وحدنا فنسأم الحديث والأوراق واشتياقنا، ونطفئ السيجار في بدايته، نودع الضيوف قبل ما يفكرون في فراقنا، وقد نمد هذه الأصابع المرنحة إلى كتاب، وقبل أن نتم صفحة ننساه في مكانه. مهما تطل شكاية لقلبنا، ونلتقي بسره وسرنا كطائرين صامتين في عيوننا. وفي رسالة تضم حبنا تلوح زهرة العتاب، تضيء مثل راية على شجارنا. وفي مسافة الغياب يمتد شوقنا، تسافر الأحلام للأحباب على لهيبه، وفي انتظارها قلوبنا. وقد نفي الشروق
محمد النويهي والأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي وغيرهم من النقاد الكبار الذين تناولوا هذا الكتاب أو هذا الديوان بالتحليل والدراسة والنقد. وفي هذا الديوان في الواقع صورة لحياتي خلال 10 سنوات، وكما أن هذه الصورة مبطنة بكثير من الجذور الريفية وصور الحياة في القرية المصرية، فقد كان الديوان معرضا شبه مكتمل للطفولة وللرؤية الرومانسية للطبيعة، للتجربة الحب للمرأة، لإحساسي بالمدينة التي رحلت إليها وأنا في 10 من عمري. كان هذا الديوان في الواقع يمثل المرأة في هذا الديوان كانت أقرب إلى الحلم، ليست امرأة واقعية، ليست امرأة حقيقية تماما، وإنما هي المرأة الأمنية كما يتمناها الشاعر. المرأة الأمنية عادة هي امرأة جميلة، امرأة فياضة بالرقة والعطاء والحب. لأنك أول ما علمتني الليالي من الحزن والفرح، وآخر ما كتبته الدموع، تظلين بين دمي والعروق. قمرا لا يغيب، وحين أجوع يفتح نواره في الضلوع، ويطعمني من ثمار المحبة، ويوقد في الليل نهر الشموع. وحين يجيء الشتاء تمدين عبر ليالي الفراق الغطاء، تبيتين جنبي، أحس بحضنك يدفئني، ثم تأتي السماء تحلق فوقي وتدنو وتمنحني ما أشاء. وحين
حين يحاصرني الليل وحدي، يميل علي الجدار فيصبح قبرا، وتغدو المسافات بيني وبينك دهرا. يفاجئني في اغتراب المطر، ويقبل صوتك يملأ نفسي حنينا إليك ليسكب فوق جراح الشفاء. وحين تجيء أغاني الوداع تزفك للرحلة النائية، يصير الفراق ابتداء لحبي، ويغدو الرحيل عناقا طويلا، وبعدك قربا، لأنك في القلب تغدو المسافة. حزن قصير، وأعرف حين تروحين عني ويفصلنا البحر، أعرف كيف ألاقيك في الحلم نضحك ملء العروق. ثقب يدخل منه النور في تلك الفترة في منتصف الستينيات. هذه الكلمة من هذه الكاتبة الألمانية فجرت في نفسي وعيا جديدا. ينتظر النصر. صدر ديواني حديقة الشتاء في عام
تحولا في تجربة الشعرية من ال
عسل تذوبه شفاهك في عروقي، شمس تبعثر نفسها في الجذور تظل عطشا للحريق، زهر تراقصه العواصف كم يتوق إلى نداك، أمضي إلى قدري يخايلني صبا فعلا فتنت بدمشق بالفن الدمشقي، بالإنسان الدمشقي، بالعبق الذي يفوح من كل